بجدد تحيلك من جديد كابتن ايمن شوقي وكل كابتن الكبار. فوز مهم جدا، بنبارك طبعا لكل فريق النادي الاهلي والجهاز الفني. اخر مباراه قبل التوقف كان لابد ان احنا نكون فايزين وباداء وبنتيجه كبيره جدا على خصم كبير زي السموحه. طبعا انا معايا واحد من النجوم اللي بنتمنى له الفتره اللي جايه مستقبل اكبر من كده كمان، كريم فؤاد. برحب بك يا كريم ومبروك النهارده الفوز. انا عارف انت مستني الفرصه وهتيجي الفرصه ان شاء الله، لكن اول دقائق ليك شايفها ازاي دي في القوه الكبيره جدا مع سموحه، شايفها ازاي النهارده؟ والله مرحبا بحضرتك يعني اول حاجه. تاني حاجه والله انا مبسوط جدا بان انا لابس شيرت النادي الاهلي، ودي اول دقيقه ليا وبدايه موفقه ان شاء الله، وان شاء الله اللي جاي احسن واقوى من كده باذن الله. عندنا نجوم كتيره وعندنا كوكبه كبيره جدا من اللعيبه، وانكار الزاد ده مهم جدا. مين اللي يكون موجود؟ انا عارف ان كريم عايز يكون موجود، لكن مين يكون موجود بتترك للجهاز الفني. لكن انت شغال ازاي كريم في التدريبات وبتشتغل ازاي الفتره دي؟ والله العظيم هو زي ما حضرتك بتقول ان دي رؤيه الجهاز الفني، واي حد يكون موجود كلنا بنتمنى له التوفيق، كلنا اخوات وحبايب، وانا بشتغل على نفسي وان شاء الله يعني ان شاء الله يبقى ليا دور باذن الله. كل المباريات صعبه وشفنا الحقيقه مباريات صعبه جدا، كمان مباراه المحله ومباراه النهارده. شايف الموسم ده صعوبته ازاي من وجهه نظر كريم فؤاد؟ هو الموسم صعب جدا، في فرق اللي صاعده كلها فرق قويه، وكل الفرق عندها تدعيمات كويسه قوي السنه دي، وكلهم يعني قوه واحده، وان شاء الله ان شاء الله السنه دي الدوري في الاهلي. سمعت تصريحات موسيماني بيقول كريم فؤاد جوكر بيلعب في كل حته، استغله في كذا مكان، الكلام ده بينعكس عليك ازاي؟ لان ده بيحملك مسؤوليه كبيره جدا يا كريم الفتره اللي جايه. والله هو انا تحت امر الجهاز الفني، في اي مكان بيحطني فيه انا ما عنديش مشكله في اي حاجه، وتحت امر الجهاز الفني والحمد لله يعني الواحد بيقدر يلعب في اكتر من مكان ويكون تحت امر الجهاز في اي حته يعني. مش عايز اطول عليك، لكن الجمهور وهتافه ليك وتشجيعه ليك وحماسه ليك شايفه ازاي؟ شايف جمهور النادي الاهلي ازاي ومساندته ليك ازاي؟ والله هو انا مبسوط جدا، مبسوط جدا يعني ان انا في النادي الاهلي والجمهور واقف جنبي جدا ومستنيني من اول من ساعه من قبل من وانا في ام بي اصلا، الجمهور كان مستنيني اجي، والحمد لله يعني الحمد لله ان دي بدايه كويسه، وان شاء الله اللي جاي احسن، وان شاء الله اكون عند حسن ظن الجمهور باذن الله. ربنا يخليك. شكرا. شكرا. بنشكر اكيد نجم النجوم اللي النادي الاهلي الحقيقه كريم من فؤاد على ادائه المميز جدا الفتره اللي فاتت، وادائه كمان النهارده في هذه المباراه. الفرصه هتيجي، وده اللي اكيد بيقول عليه الجهاز الفني، طول ما في اجتهاد وطول ما في شغل كبير في التدريبات الفرصه هتيجي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله النادي الاهلي يستمر في ادائه المميز. خلاص احنا عارفين ان المباراه دي هي اخر مباراه في مرحله التوقف الحاليه في الدور الاول، ومن بعدها لكل حدث حديث بعد ان شاء الله عوده الدوري العام من جديد. شكرا جزيلا زميل العزيز كريم احمد.